مرحبا أعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج سوبر نيرس. بل نبدأ. احنا بنعيش بمجتمع محافظ واحيانا بكون صعب نحكي عن بعض المواضيع الحساسة، بس بنفس الوقت مهمة ولازم ينحكى فيها. وبما انه شهر اكتوبر هو الشهر التوعوي لسرطان الثدي، فانا حبيت اعمل فيديو عن هذا الموضوع. سرطان الثدي هو من اكثر انواع السرطان انتشارا في العالم. انعملت دراسة بالشرق الاوسط واكتشفوا انه عدد وفيات سرطان الثدي اكبر من اي مناطق في العالم، والسبب هو عدم وجود معلومات كافية عنه وعدم اللجوء للفحوصات اللي محتاجين يكتشفوا فيها الورم بالبداية لما يكون صغير وسهل السيطرة عليه. في 4 مراحل للسرطان، وكل ما اكتشف ابكر كل ما كانت معالجته اسهل، عشان هيك لازم نعمل هاي الفحوصات. بالنسبة للنساء فوق عمر 40 فلازم يعملوا فحص الماموجرام سنويا عن طريق المراكز الصحية. أما بالنسبة للنساء تحت عمر 40 فالفحص الشخصي بكون كافي. راح أحط لكم لينك بالدسكريبشن تحت بشرح طريقة عمل الفحص الشخصي. وإذا حبيت تتأكدوا أكثر فممكن تلجأوا للمراكز الصحية، طبعاً هذا بالنسبة للنساء ما دون عمر 40، عشان يعملوا الفحوصات المطلوبة زي السي تي سكان، ألترا ساوند والإم آر آي. العوامل اللي بتؤدي للإصابة بسرطان الثدي في منها اللي بنقدر نتفاداه وفي منها اللي ما بنقدر. من العوامل الوزن الزائد، عدم الإنجاب أو الإنجاب ما بعد عمر 35، بداية الدورة الشهرية من عمر 12 سنة أو أصغر، وتوقف الدورة الشهرية من عمر 55 أو أكبر. هون بكون الجسم متعرض لهرمون الإستروجين لفترة طويلة، وهذا بيرفع معدل الإصابة بسرطان الثدي. على شو بندور لما نعمل الفحص الشخصي؟ تغير في ملمس الثدي، التهاب أو احمرار، تغير في الشكل أو الحجم، تغير في الحلمة أو كلا الحلمتين، خروج صديد من الحلمة، ألم في الثدي بشكل عام، ورم داخل أو على سطح الثدي. إذا لقيتوا أي من هاي الأعراض توجهوا لأقرب مركز صحي، وبتمنى تنشر التوعية وما تستحوا من هاي المواضيع عشان نحمي أنفسنا، نحمي أهلينا ونحمي مجتمعنا. وإذا في حدا منكم مشارك بالتوعية عن سرطان الثدي بتمنى تكتبوا لي بالكومنتات تحت أو تتواصلوا معي على الإنستغرام عشان أعملكم شاوتات والكل يستفيد. هاي كانت حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا، وإذا حابين تعرفوا معلومات أكثر راح أحط لكم لينكس بالدسكريبشن تحت، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير.